يسأل، يقول امرأة حملته أمانة بأن يسأل عن هجران زوجها لها لمدة 3 سنوات، ولا يعرف عنها ولا عن أولادها الخمسة أي شيء. كيف تتصرف هذه المرأة؟ هل تتقدم للمحكمة أو كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه المرأة تتقدم إلى المحكمة بإحضار هذا الرجل ومساءلته عن سبب هجره لزوجته وتركه لأولاده، وتلزمه بالإنفاق على زوجته والإنفاق على أولاده، بل تلزمه أيضا بحقوق زوجته عليه، لأن هذا من شأن المحكمة. نعم.